وحولوا العبارة حسب المطلوب، إذا أردت أن تنتفع بوقتك فاتخذ لك هوية. قالوا فقتم ما شاء الله عليكم في هذا التمرين. إذا أردت أن تنتفعي بوقتك فاتخذ لك هواية. إذا أردت أن تنتفع بوقتك فاتخذ لك هواية. أنتم إذا أردتم أن تنتفعوا بوقتكم فاتخذوا لكم هواية. أنتن إذا أردتن أن تنتفعن بوقتكن فاتخذن لكن هواية. وأنتما إذا أردتما أن تنتفع بوقتكما فاتخذ لكما هواية. وشكرا لكم، ما شاء الله عليكم وقد وفقتم على كل حال في هذه التمارين الداعمة. وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.